لقطه المباراه كابتن تامر معاك الماتش. بص الروح الرياضيه، مين راح لمين غرف خلع الملابس؟ هات ايمن المزير راح غرفه خلع ملابس الحرس الحدود، هاتها من الاول لو سمحت، هو ده اللي احنا مستفيدين بيه. طبعا طبعا. وانا يا باشا، والكابتن ايمن المزين كان في المدرجات يا جماعه، كان في المدرجات لان عنده ايقاف من السنه اللي فاتت، نزل مخصوص راح غرفه خلع ملابس حرس الحدود يهني الفرقه بالكامل، مش الكابتن مكي. حاجة جميلة. شايف الروح والاحترام. شكرا وائل عزت على هذه اللقطه، مصور رائع وفريق عمل تصوير رائع بصراحه. شكرا جبقى. ايمن المزين. طبعا ان انت الكابتن مكي حقه برضه يا كابتن حماده، وتشاركنا في التحليل في المباراه دي. انا اتفرجت على المباراه دي، لكن الحرس كان بادئ سخن، بادئ من بدري، بادئ ضغط عالي، كان عايز ينهي المباراه، وجات له اكتر من فرصه انه يخلص المباراه بالظبط، وهو كان مستحوذ على يمكن فترات كبيره في المباراه يعني. الحرس هو كان افضل في فترات كان كتير، افضل كان افضل كان وكان هو الاقرب للفوز، يمكن الهدف اتاخر في وقت اخر المباراه، ولكن هو كان الافضل. انا شفت المباراه كان افضل في فترات كثيره في الشوط الاول، فترات كثيره في الشوط الثاني، يمكن كان في تراجع من كابتن ايمن زين، كان عاوز يحافظ، كان عايز يحافظ، وكان بيعتمد على هجمات المرتده، هجمات المرتده، ولكن الخطوره كانت دايما موجوده عند حرس الحدود بالظبط. حرس طبعا هو الخبرات يعني، لسه جاي من الدوري وما استغناش عن ناس كثيره، يمكن حافظ على مثلا 70% من القوام موجود معاه بالظبط. يمكن هو ما اداش موسم كويس السنه اللي فاتت في الدوري، لكن هو كان هبوطه كان بدري شويه، كان تمام. هو حماده كمان في نقطه مهمه جدا، لازم في اشاده باداره حرس الحدود طبعا، لان ميكي الحقيقه هو خد الفرقه في اخر كلهم رائعين، عمل حوالي 6 مباريات نتائج ايجابيه، هو كمان كان معاهم قبل كده يعني، هو بقى مستمر بقى له فتره، هو كان مدرب عام لكن هو مسك مدير فني في اخر 6 مباريات، فنش ممتاز، هذا نتائج ايجابيه بالظبط. فبالتالي يعني اشاده باداره حرس الحدود كلهم بصراحه ميكي الحقيقه طبعا. في واحد نقطه ثانيه بس، عشان بدايه احنا كنا بنتكلم على اول اسبوع، ده مش مقياس في اي حاجه طبعا. البدايات في الاسابيع الاولى في اي بس دولة، كابتن اختلف معاك، اللي خلاه مقياس 9 مباريات فالنقطه بثمن، ده اللي خلى الدنيا صعبه، لكن فنيا بتفق معاك طبعا. عايز اكلمك على نقطه انت خدتني بسرعه، بتكلم ان اي دوري في اول اسابيع كله عايز يكسب يعني، محدش راح يقول لك يا رب اخد نقطه، حاضر يا رب اتعادل، فكله عايز فتح المباراه، عايز يبقى فيه شراسه هجوميه. نعم، مش هما طبقوا حته الدوري من دور واحد؟ ما هو 10 مباريات انت 10 مباريات يا فندم، خلي بالك يعني لافينا والسكه ممكن ما يتقابلوش تاني بالزبط. لانك انت من 1 ل10 ياخد نقاط ويلعب على الصعود، ومن ال11 لل20 على الهبوط بالظبط.